عقدت اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات اليوم اجتماعاتها في دبي لمناقشة ما تم إنجازه من مبادرات وخطط العمل التنفيذية الأساسية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية. مزيدا من التفاصيل لدى الزميل عيسى الخوري. المهمة رقم 6، هذا هو اسم الاجتماع الذي نظمه المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للوقوف على أهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث ناقش المجتمعون أهمية تضافر الجهود للحكومة والهيئات التنظيمية ونفاذ القانون والقضاء الذي بدوره سيمكن دولة الإمارات والعالم من مواجهة وبشكل فعال لتهديد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الاهتمام كملف دولة يا من اهتمام القيادة العليا دولة الإمارات، أيضا وجود لجنة عليا برئاسة سيدي سمو الشيخ عبد الله بن زايد الله يحفظه، وعضوية مجموعة كبيرة من الوزراء المعنيين في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أيضا وجود مكتب تنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا المكتب اليوم هو المنسق الوطني والمظلة الرئيسية لجميع القضايا والإجراءات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. نحن دولة الإمارات يمكن نهدف يعني أو نعطي أهمية لهذا الملف باعتبار أن دولة الإمارات اليوم دولة تدرك مخاطرها، تدرك بكون إنها سوق اقتصادي تجاري ضخم. اليوم حققنا أكثر عن 70% من بيانات المستفيد الحقيقي، وهذا إنجاز كبير خلال شهر واحد. هذا يدل على إدراك الجهات والشركات بأهمية غسيل أموال وتمويل الإرهاب، وإدراككم أيضا بأهمية تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي. إذا بنتكلم عن أرقام، اليوم بنتكلم عن أكثر عن يمكن 1000 معاملة مالية مشبوهة خلال يعني المرصودة خلال فترة بسيطة خاصة بس بقطاع الذهب، يعني قطاع الذهب يرفع معاملات مالية مشبوهة، وهذا يدل على أنه فعلا تركيز كان على قطاع الذهب وصار في توعية بحيث أنه هذه الجهات تقوم ب أو هذه الشركات تقوم برفع معاملات مالية مشبوهة. هناك قضايا أيضا متعلقة بغسيل أموال قائمة على التجارة، هناك قضايا غسيل أموال متعلقة أو المعقدة. طبعا دولة الإمارات تعتبر مركز تجاري مهم في المنطقة، وإثبات فعاليته وأهميته في مواضيع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاجس للقيادات في دولة الإمارات. طبعا كافة الجهات تعمل على تعزيز ملف الدولة وإثبات فعاليته، وإن شاء الله الله يقدرنا أن احنا نثبتها خلال المرحلة القادمة. سيقوم الحضور من جميع اللجان بصياغة وإعداد مسودة أولية لتقرير الدولة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي بدوره سيسهم في تعزيز أهداف الدولة في مراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها وتحليلها من خلال نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وسجلات الشركات وقنوات مشاركة المعلومات الأخرى.